مزار هو المحور الرئيسي في مستقبل سيتي، طوله 12 كيلو على مساحة 1000 فدان. مزار ده بيحكي عن تاريخ الحدائق الاستوائية من أول حديقة القناطر الخيرية نهاية بحديقة الأندلس، والأهم من كده إنها منطقة تجارية ليها أوتلتس بتطل على مزار، فيها تراسات بتطل عليها أو مطاعم أو أوتلتس كافيتريات. طبقا للتسلسل التاريخي ابتدينا بأول حديقة اللي هي حديقة القناطر اللي هي تمت 1860، كانت قصر لمحمد علي نفسه، وبعدين حديقة الزهرية ودي كانت حديقة الأقلمة للزهور والنباتات، عشان كده تسمى الزهرية لأن كانت بتمد كل المصالح الحكومية والدولة بالزهور، وكانت حديقة الفاكهة والخضار لكل العيلة المالكة. بعد كده تحولت إلى حديقة بوتانيكال جاردن وقت افتتاح قناة السويس، وتم فيها بناء الماريوت حالياً اللي هو القصر اللي اتعمل لافتتاح قناة السويس لأوجيني طبقاً للستايل الأسرع الحقيقي، بس إضافة العناصر الإسلامية فيها. بعدين حديقة الأسماك دي برضو من الحاجات اللي تمت في عهد الخديوي إسماعيل، وقتها ما كانش في حديقة فيها كمية الأسماك. وبعدين حديقة الأسبكية اللي هي راحت حاليا دلوقتي، ودي كانت من أجمل الحدائق في الفترة دي. وبعدين نخش على الداون تاون. الداون تاون هو سنتر اللي بيبتدي الحركة منه في الاتجاه الناحية دي والناحية دي، اللي هو بيخش في المسار ده. المسار بيسمح للجوجينج وكل عشان يحصل اكتيفيتي فيه والناس كلها تتحرك فيه، والمنطقة التجارية كلها بتطل على المحور ده. وبعدين بنخش بقى لغاية حديقة الأورمان والحيوانات، ودي كانت أكبر الحدائق واتقسمت نصين في وقت بداية جامعة القاهرة، فالطريق قسمها نصين، بقت جزء حيوانات وجزء أورمان. لكن هي ابتدت الأندلس كانت آخر حديقة تمت، وكانت حديقة فرعونية إسلامية عربية، يعني كان فيها كذا، وكان فيها أكبر جامع معمار. احنا طبعا عارفين أهمية الخضرة في حياة الإنسان صحيا ونفسيا ومعنويا، وعلشان كده في مزار مدينة المستقبل، مستقبل سيتي، اخترنا كل النباتات اللي تمت في وقت الخديوية للعيلة المالكة. قعدنا إنتاج حوالي 4000 نوع جديد من الأنواع اللي اندثرت عشان نحطها في مزار مستقبل سيتي.